عسلمة. يوم كيما قاعدين تشوفوا معناتها يوم صباحي توا اوكي الوقت 8 ودقيقة. دقيقة اهم حاجة، اهم منها كثمانية راه والله. به حومتي فارغة، 8 نتاع الصباح نهار حد شملز وعبد يقوم كيفي انا. قمت على الصباح قلت لازم نتبدل في حياتي، معناتها نعمل حاجة جديدة. فقررت انه جمعتين كاملين، ولا جمعة جمعتين ولا جمعة، باه باش نختار جمعة نبداو كبداية خفيفة. معناتها بيتخيل انت توا عبد ياكل كل يوم ماكلت مثلا شارع، ولا ساعات معناتها يخرج، ولا ساعات يعمل برش حاجات مثلا ماهيش مفيدة معناتها كيفي انا. تقوم الصباح تمشي تاكل حاجة مزيانة. ليه انا بابا تو بالعكس، شنو اللي نقوم الصباح ناكل خضرة ناكل باهي. خلنا نستوعب الحكايه ومن بعد نجم نكمل نصور. ادريس ادريس بك بهيم عليه، تو كنت لبس عليك، علاش تبدل في حياتك عليه يا بهيم يا بهيم عليه عليه عليه. فبه جمعه كامله تحدي باش ما عجبني كلمه كنت شارع. نعمل سبور كل يوم كل يوم، صبيت ابلكيشن اسمه هوم ورك اوت باش نولي كل يوم نعمل سبور. فزيت وشابس فزيت فهو جمعة كاملة قوم قبل 8 ونعمل السبور وما ناكلش ما كلت الشارع، اش تحبوا واخر يا معلم؟ عليه I said girl why you keep calling, I said girl why you keep calling, yeah. She said I need a new whip, yeah, cause I know that you're still ballin'. She just wanna go back to the future, so I brought that girl a DeLorean. 21 minutes until I gotta go, so I told that girl I'm gonna slide. توا كيما قاعدين تراو ناكل في كعبة كريب، معناتها بدينا في الروتين متاع ياه ياه الروتين متاع اللي معناتها متاع العادة، معناتها يلي ان شاء الله باش نستانس بيه. نايس بيه بيه. انتوما توا باش تسألوني تقولوا لي ادريس توا انت خارج للشارع وتاكل في مكان ما تقصش عليا من فضلك، عبس ترسل في مونتاج نتعذب. راه تحب ولدك يتعذب ما باهي. انتوما تو تسالوني وتقولوا لي ادريس علاش قاعد تخرج وتاكل في ماكله الشارع؟ انا باش نقول لكم لا، لانه الماكله هذه ماهيش ماكله الشارع. نعرف يلي ان ناكل فيها في الشارع اما ماهيش ماكله الشارع. نقول لكم علاش، لانه به الكريب من شنو هي المكونات بتاعها؟ هي انه تو انا حاطط فيها هريسه، حاطط فيها تون، وحاطط فيها جبن. معناتها الثلاثه حاجات هذوما هما حاجات باهيه وتزيدك في الصحه معناتها. شفتوا حومتي توا هاوك الشباك اللي انا من قبل وانا قاعد نحكي فيه. باه توا انا باش ندخل الدار باش نمشي نخرج نعمل دوره بكلبي، خاطر مسكين قبيله خرجت وخليته وحده فسخفني شويه معناتها باش نخرج نعمل بيه دوره. ف باي. اهلا بيك، لاباس نحوالك؟ لاباس يا ولدي، لا الخميس لا الاثنين يا ولدي. يا اخي ما تطلش علينا، ما تقول للناس على السلامه، ما تحكيش معانا، ما تقول النيش هذوما المتابعين معناتها كيما يعملوا جماعة في السعودية، معناتها هذوما المتابعين سلم عليهم سي الكلب. ديجا زوز كليب هما تو قاعدين يصوروا في الفيديو. زلعت روحي يظهر لي اي بالرسمي زلعت روحي. باه هاي برا امشي، وين السلسلة نتاعك؟ يتكلم مسقتك زلعتني زد درت حتى انتي اي انا بطيحت لي الكوتر بتاعي. آه. يا ربي مازال يمشي يا رب. اي شيء عندي فازه طب شو نعملها مره في الدرق الجديد مع كلب. هو يموت على الجري، يموت على حاجة اسمها جري. ف فضحني الكلب، لا تربك الله لا تربك. ورص امي لما نضربك لما تشوفني باش نعمل لك
لما الناس قبلوا في الدار، روح للدار معلم ملك كبسة. جبربي مزيت نحكي دي جو مزيت كي قلت لي حبيك لك لي. بعد ما كملت عمل الدورة بكلبي روحت للدار وفطرت وبطبيعة زيد مشيت بديت نعمل فيسبوك. عسى مرة أخرى دونك توا باش نزرف في الأحداث متاع الصباح والقايلة متاع الفطور وفازت الكل بما أنه مشيت نقرا معناتها. دونك الصباح قمت كالعادة مشيت حضرت روح عملتهم الكل وقديت كاسكروت بجبن وجمبو هكا كاسكروت صحي ما تحكيوش. في القايلة مشيت الريستورون بعد ما كملت القراية كليت شوية ستيرة شوية سكالوب وشوية فريت ومع خبز. يو عسى مرة أخرى يا جماعة واحد واحد مرحبا بكم سادة مشاهدينا البلاصة ذيك ما تعرفها معناتها الكوجينة متاع العادة اللي صورنا فيها الفيديو متاع شو اسمه الفيديو متاع تتاع البرجر تكاح التليفون. أول حاجة قبل ما تبدأ طيب لازم تلبس اليونيت بتاعك الخاصة جيت باش نوريكم الاوتفيت متاع انك اذا انت تحب تخرج تقابل صاحبتك ساك في البيج اند ذيس لونيت هذايا معناتها في كيما تشوفوا معناتها في اللون متاعها لون بيربل يعني كيما قاعدين تشوفوا فتلبسها وتلبس معاها زيت ساك الخبز متاعك معناتها تخرج ياسر لبسة فينتيج وبتباع ما انت تلبس لازمك معناتها السروال مسخ زيادة باش تظهر زعما معناتها هكا كلاسيك وكل وفازيت. كي ناخذوا لي ترونش بتاعنا متاع الاسكالوب باش نقصوهم على ترونشات كبار شوية وباش نحطوهم في ال استنى كي لبست مراية هذي نتذكر باش نحطوهم في الفارينة وفي الفارينة لا في الفارينة نسيت اهي عن عظم صحة العظم يا دريسون صحة العظم صحة العظم يا دريسون صحة بلوك 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 شبلوك شبلوك اما مش عايش وحدي اما اكتريت انت وتعبت ياسر التليفون يسيبه مشي تحشارش وشارجوري عند خويا ف تليفوني 13 معناتها اش عملتو جا مليح احسن حل لا احسن حل الزحي كملت كليت الماكلة ونسيت ما صورتش Sometimes I'm over groove, sometimes I chill. Some people want me lose, I'm here, I'm full. My homie buy me weed, I'm high as hell. I'm high as hell, I'm high as hell. Sometimes I'm over groove, sometimes I chill, baby. Some people want me lose, I'm here, I'm full. My homie buy me weed, I'm high as hell. I'm high as hell. I'm high as hell. Hey, my flow so well, you know me well. My people still, they want me killed. I got some skills. I got some skills. Make you thinking.